جار المسجد الحرام بنحو 3000 متر وشاهد على أحداث لا تزال كتب التاريخ ترويها، أبرزها اجتماع نفر من الجن في هذا الموضع مع رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، فآمنوا به عند سماعهم لأول مرة يقرأ القرآن. مسجد الجن له 3 أسماء، يسمى مسجد الجن ومسجد الحرس ومسجد البيعة. أما تسميته بمسجد الجن وهو أشهر الأسماء الثلاثة، هو بسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وافى الجن وقابل الجن ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى خط في موضع هذا المسجد خطا لعبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. شهد مسجد الجن الواقع في منطقة الحجون شمال المسجد الحرام تغييرا جذريا في بنائه وتغير ملامحه التاريخية، حتى بات اليوم في تصميم عصري، لكنه لم يمحو سيرته التاريخية الأزلية. في مثل هذه الليلة التي وافى النبي عليه الصلاة والسلام الجن نزل قول الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن حتى إذا حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فقابلهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم الإسلام. بايع مسلمو الجن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ عليهم القرآن الكريم وبات مغروسا في أفئدتهم، فكان لهم الطاعة ليصبحوا أخوة للإنس وجماعة في الإسلام. كان مسجد الجن بالأمس نقطة التقاء العسس ليلا، وأضحى اليوم ملتقا لعدد كبير من زوار مكة يجتمعون على مائدة الإفطار الخيرية التي توزع في داخله، يستأنسون بأنسه ويستذكرون تاريخه مع الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. من داخل مسجد الجن بمكة المكرمة، خميس الزهراني، العربية.